في وظائف كتيره جدا ومهن معينه كده كانت مقتصره فقط طبعا بحكم العرف والعادات والتقاليد على الرجال، ما كانش المراه اي دور فيها ولا اي تجارب فيها. من اكثر هذه المهن هي المأذونيه، لكن في ظل تمكين المراه اللي اصبح موجود في كل القطاعات تولت المراه هذا او دخلت هذا المجال. دكتوره شيماء محمد جمعه، المأذونه الشرعيه في محافظه المنيا. اهلا وسهلا بك يا دكتوره، احنا اول مأذونه نستضيفها في صباح الخير يا مصر هتكون حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم، منورانا حضراتكم. فكره التقديم للمأذونيه، يعني احنا دايما بنبقى عندنا الفكره قائمه من زمان قوي، حتى في الدراما متعودين ان احنا نشوف الشيخ مأذون زي ما احنا متعودين، اول مره نشوف الدكتوره المأذونه. ده حقيقي فعلا، بس في مأذين هنا في وجه بحري، لكن في الصعيد يمكن الموضوع كان جديد شويه. لكن طبعا انا في البدايه قبل ما ادخل في الموضوع بحب الاول اهني فخامه الرئيس بعيد الميلاد المجيد والشعب المصري، وكمان بهني سيادته بفوزه بالانتخابات الفتره الرئاسيه الجديده، وبهني الشعب المصري بفوز فخامه الرئيس. طبعا بشكره برضو على تمكينه للمرأة في عهده خلال التسع سنوات دي، وبشكل كبير في جميع المجالات وفي جميع الوظائف، منها المأذونية، منها مجلس الدولة، منها النيابة العامة. فمن خلال البرنامج بوجه الشكر لفخامة الرئيس، أنا بسميه ده العصر الذهبي للمرأة في ظل فخامته. بجد إحنا يعني حسينا بقيمتنا، حسينا بتواجدنا وطموحاتنا، تمكننا بفترة في مجلس النواب في الحياة السياسية. اتمكنت ازاي في الصعيد كمأذونة؟ قوليلي بس، انا عايز اخد التجربة اللي موجودة في وجه قبلي بالذات. بعد وفاة المأذون بتاع القرية بتاعتي اتفتح الإعلان، بدأنا نقدم، فطبعا كانت الفكرة جديدة والناس قدمي يا دكتورة، ليه مش عايزة تقدمي؟ فاستخرت ربنا سبحانه وتعالى. الناس هي اللي شجعتك؟ وأهلي كمان. وبدأت أقدم، كان ليها معايير وشروط معينة، الحمد لله توفيق من ربنا كانت تنطبق عليا هذه الشروط. قدمت وكنا 13 واحد، منهم حملت ماجستير ودكتوراه ومؤهلات، هي كان لها شروط معينه وسن معين ومؤهلات ودراسات معينه. ايه هي يا فندم؟ ايه هي الشروط والمعايير؟ اولا يكون دارس الشريعه الاسلاميه، تمام، اربع سنين، يكون من سن 30 ل 40 سنه، يكون من ابن المنطقه، طبعا كمان يكون جنس مصر، جنس المصريه، وحاجات تانية طبعا منها برضو الاقامه بتاعته. كمان الدراسات، هو ياخد اعلى المؤهلات. قدمنا 13 واحد، منهم ثلاث سيدات وانا كنت من ضمنهم. طبعا يمكن كنت اول ترشح كسيده، بعد كده في ناس تاني اتقدمت، اتشجعت فقدموا سيدتين معايا. فالحمد لله طبعا يعني قعدت فتره بقى في المحكمه، في محكمه الاسره في المنيا، وبعد كده تم الاعلان الحمد لله. هي اوراق بس ما فيهاش اختبارات؟ لا، اوراق اوراق وشهادات ومؤهلات وكده، والحمد لله كان الاختيار تم عليا الحمد لله. بعد كده سافرت لوزاره العدل، تم الفحص تاني وقعدت حوالي 10 شهور. بعد كده صدر قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بنفس التعيين بتاع محكمه المنيا، واستلمت بالفعل وبدات امارس عملي منذ شهر بالظبط. والحمد لله الناس متقبله الوضع الحمد لله. كان في بعض الناس اللي لسه ما زال عندهم النفوس الضعيفه، ازاي مراه وازاي هتدخل المساجد وازاي هتكتب ومش عارف ايه، في بعض لكن الحمد لله يعني بمجرد اول كتب كتاب الناس الحمد لله يعني اتبسطت جدا، وبداوا بقى يشيروا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، والحمد لله يعني توفيق من ربنا. اولا اول كتب كتاب كان ليكي امتى؟ كان 1/12. 1/12، فاكره ايه؟ وقلتي خطبه والناس كانت موجوده ومتوقعه وعارفين الحضور، ان كنت يعني المأذونه هي اللي هتعقد القران، ولا جم واتفاجئوا بقى بوجودك؟ لا، هم كانوا عارفين طبعا، خلاص بقى تم تعييني رسمي. لا، مش قصدي على العريس والعروسه، قصدي على المدعوين اللي كانوا بيحضروا كتب الكتاب. طبعا كانوا مبسوطين جدا وبداوا يتصوروا معايا. بتحكيها لنا عادي كده، انا عايزه كواليس، احكي لي التفاصيل. الناس دخلت وقالت وشافت؟ لا، كله كان متزن
المزاحم وخصوصا السيدات. كل البنات فرحانه بقى ان المأذونه بتاعتنا، لان هم ما كانوش بيحضروا مع العروسه كتب الكتاب. أيوه. فانا بقى كتب الكتاب في الصعيد بالذات كمان بشجعهم بقى ان هم يجوا ويحضروا مع العروسه ويشوفوا المنديل وازاي المأذونه هيكتب وهيقول ازاي الخطبه، وهل هتقول ولا لا ولا هتتكسف. فكان دي طبعا بدايه جديده، والحمد لله برضو يعني ربنا وفقنا في الحته دي. طيب الحمد لله. انت اتكلمتي عن الاوراق المطلوبه اللي قدمتيها عشان تبقي مأذون، لكن في اعتقد مهارات شخصيه لازم تكون موجوده في المأذون، ايه هي؟ اول حاجه طبعا الصدق والامانه. لازم يكونوا متوفرين فيه، لان المهنه دي او الوظيفه دي وظيفة ذات قيمة. يعني هي أصلا في البداية هو موثق لعقد قران، فمش لازم يكون مثلا عنده الصفات اللي ما يتصفش فيها غير الصدق والأمانة طبعاً. لأن دي حاجة مهمة جدا. طبعا الشجاعة، الثقافة الخاصة بالناحية الشرعية، لأنه قاضي شرعي لازم يكون ملم بالنواحي الشرعية كويس جدا، وده شرط أساسي في المأذون أن يكون دارس شريعة إسلامية خلال الفترة بتاعت الدراسة بتاعته، علشان بيتعرض لمشاكل كتير والفقه وحاجات شرعية، فلازم يكون الحكام ملم بيها جدا. بالظبط كده. فالحمد لله يعني الأمور تمام. دراستك اصلا كانت في بعض الاستشارات برضو، لان الحياه العمليه غير الدراسه برضو، بنتعرض لحاجات، بستشير رئيس المحكمه، بستشير الناس اللي موجوده في المحكمه، المأذين الثانيه بستشير برضو، والحمد لله كلهم واقفين جنبي وداعميني، والحمد لله الامور تمام. انا كنت عايزه اعرف دراستك اصلا كانت ايه. انا دكتوراه في دار العلوم، تخصصي تاريخ اسلامي، درست الشريعه 4 سنين، وطلع بمرتبة شرف أولى الحمد لله ما شاء الله. وكمان لازم تكوني دارسة مادة الأحوال الشخصية اللي هي الزواج والطلاق، والحمد لله كان تقديري فيها أعلى التقديرات من ضمن المتقدمين يعني. طيب هل ممكن المأذون بشكل عام يلعب دور في إصلاح ذات البين؟ ده دور أساسي عظيم جدا. احنا عايزين انت اتدخلتي في حاجه زي دي؟ الحمد لله. ورجعت ازواج مطلقات الحمد لله، ادي لهم فتره كبيره 3 سنين و5 سنين. لو عندك تجارب ممكن تحكي لنا. وعامله لجنه كمان، لجنه اسمها لجنه لم الشمل. يعني لو حد جه عايز طلاق بقعد مع الزوجه والزوج وبشوف ليه، طب ممكن نصلح، طب ممكن نشوف، ما يمكن البيت، احنا عايزين نلم البيت يعني علشان الاولاد وعلشانكم. بتبدا تقول لي الزوجه بقى وبتتكلم، يمكن قصه مأذونه دي بتخلي الزوجه بتتكلم وتتكلم براحتها جدا كمان. بتقول لي لا انا عندي 1 2 3، بقعد مع الزوج، بنجيب اللجنه ونقعد مع بعض، طب وصلتوا لايه؟ لو اللجنه فيها رجال طيب؟ وفيها ست كمان. يعني عشان لو انا مش متواجده طول الوقت هي تبقى عارفه الدنيا فيها ايه. بتحكي وبعد كده بيدخلوا لي وبنقعد نتكلم، لو لقينا الامور مقفله خلاص مفيش، بنضطر ان طبعا للطلاق. دي محاولات مهمه جدا يعني، واحنا عارفين طبعا اي زوجين بيقرروا الانفصال وبيتوجهوا للمحكمه، في لجنه جوه المحكمه فيها قاضي شرعي قبل اجراءات الطلاق والانفصال، بيخوضوا تجربه ان هم محاوله اصلاح ذات البين ما بين الزوجين. وقبل المواضيع دي كلها اعتقد دور مهم جدا لقيته الدكتوره دلوقتي، ان احنا موجودين مع الناس، حتى يمكن القاضي الشرعي فهو في النهايه قاضي ما يعرفش الناس كويس، لكن انت من المنطقه وعارفه. ده شرط اساسي لترشح المأذون ان يكون من المنطقه، ودي يمكن اول حاجه عارف الناس كويس، هيعرف يتكلم معاهم. بالظبط كده. كمان بشكر وزير العدل، لانه هو ومفتي الديار المصريه فضيله الشيخ شوقي علام، ان هم منزلين كتاب اسمه كتيب دليل الاسره. ده بيتكون من 6 فصول، بيشرح للمقبلين على الزواج كيفية التعامل في الناحية الاقتصادية، مشاكل الأسرة، تربية الأولاد. الكتيب ده لازم نسلمه للعروسة والعريس، وبصور معاهم كمان وأنا بديهولهم وبقول لها لازم تقريه كويس، وده يمكن عشان نحد من عملية الطلاق. فدي حاجة كويسة جدا وجديدة كمان، ما كانتش موجودة في قبل كده، هي نازلة من يمكن تقريبا 3 4 شهور يعني. كان الحمد لله من أول ما استلمت سلموني الكتيب في المحكمة مع الدفاتر، وقالوا لي لازم تديه للعروسة والعريس، فقعدت قريته. لازم نختبرهم في الكتاب مش نختبرهم بس. أنا بقول لهم كده فعلا. أنتوا هتذاكروا الكتاب ده وتيجوا عشان أسألكم. هم بيستغربوا يعني ليه طيب؟ لا طب اقروه، فعلا حاجة مفيدة جدا جدا جدا. طيب حاجة جديدة
زي ما كنا بنتكلم وجود مأذونة شرعية في الصعيد، لقيتي اعتراضات؟ أنا عارفة أن المدة قصيرة، بقالك شهر بس ولا حاجة، بس لقيتي اعتراضات؟ لقيتي جمل غريبة؟ لقيتي مواقف؟ لقيتي مين بقى، من البنات ولا من الرجال ولا من في ناس لسه الموضوع جديد عليها، في بنات طبعا إيه ده، هو في ينفع مأذونة ست؟ طب ازاي ده، لا ما سمعناش عنها. زي ما برضو لما فخامة الرئيس اتاح لاول مره القاضيات في مجلس الدوله، الناس مستغربه، النيابه العامه مستغربين، اكاديميه الشرطه، فكمان مأذونه دي حاجه جديده. فكان في طبعا، لكن بداوا يتقبلوا الوضع لان هم كانوا واخدينها من الناحيه الشرعيه، لا حرام ما فيش مأذونه، احنا اتعودنا على الراجل والعمه والقفطان والكلام ده. لا لما عرفوا احنا عايزين وظيفة. نفصل بقى هنا ما بين احنا اتعودنا وما بين حرام اللي بتقولي عليه. بالظبط، ايوه بالظبط. فلما عرفوا بقى ان لا احنا مش كل حاجه نقول حرام بدون الرجوع وبدون القراءه، وان احنا كلنا بنعمل نفتي واحنا قاعدين مكاننا بدون الاطلاع، لا عرفوا. بدات يعني انا ما اردش بنفسي، لقيت ناس بترد لوحديها. على فكره يا جماعه ما تخلطيش الامور، المأذون دي وظيفه زيها زي اي باقي الوظائف، هو موثق للعقود. وبداوا بقى الناس يتكلموا، بدا في ناس تقتنع وناس هتفضل عند رايها. لكن انا بقول مع الوقت ان شاء الله، يعني زي ما تقبلنا حاجات كتير اكيد هيتقبلوا الموضوع ان شاء الله. يعني طيب من خلال وجودك يا دكتوره في اللجنه المعنيه باصلاح ذات البين ما بين المتزوجين، مين اكثرهم بيعمل مشاكل ومين اكثرهم استجابه بالنسبه للازواج والزوجات؟ هي بترجع برضو هنا للشخص نفسه. يعني مش هقول الستات اكتر او الرجاله اكتر، في لون برضو بيبقى هنا وهنا، احنا بنعرف المشكله جايه منين. ده لما يكون في فعلا مشكله، لكن في بعض الاوقات بيكون في افتعال للمشكله، او يعني تخيل ان دي مشكله، او تخيل ان دي مشكله وهي في الاساس ما فيش اي خلاف. يعني لما بنقعد معاهم في ناس ممكن تكون المشكله بسيطه جدا، في ناس ظروف المعيشه، في ناس ممكن تكون ساعة شيطان زي ما بنقول، وممكن ست ضغوط الحياة احيانا بتخلق المشكلات اللي احنا بنشوفها. يعني لما بنقعد معاهم في ناس بتستجيب وفي ناس لا، بتبقى في تراكمات، لو في تراكمات ما بنقدرش، يعني لو تراكمات من سنة واثنين وثلاثة بتبقى الامور صعبة. لكن لو المشكلة جديدة، وبعدين احنا عارفين ان اول 5 سنين في الزواج بتبقى فيها مشاكل. طبعا تراكمات بقى وتدخل الاهل بالظبط كده. فاحنا بنحاول بقى نقعد معاهم نشوف اذا كانت المشكله نقدر نحلها ببساطه، ولا في مشكله اصلا من البدايه ومتراكمه. لو هي متراكمه بنقعد مره واثنين وثلاثه، اذا فشلنا خلاص بيبقى لقمه عيش زي ما بيقولوا اتقطعت خلاص يعني. فبنضطر بقى نطلع طفطر الطلاق. يمكن في حالة كانوا قادينهم 3 أو 4 سنين في المحاكم، وجابوا حكم من المحكمة بالخلع، وقعدنا معاهم والحمد لله رجعوا لبعض عشان الأولاد، وعلشان هم حسوا إن البيت اتهدم بالفعل خلال الفترة دي، والزوجة حست فعلا إن هي لا أنا لازم ألم بيتي وأسرتي. فالحمد لله قدرنا. اتمنى ان يكون الشعور كان من الاثنين، من الزوجه ومن الزوج. دكتوره عايزه اعرف بس اثار ايه انتباهك علشان تعرفي اصلا ان في اعلان للمأذونيه، وعلشان تهتمي بالمأذونيه؟ يعني هل اصلا كان ليكي علاقه من بعيد او من قريب؟ ايه اللي اثار اهتمامك او خلاكي تبقي عارفه هذا الموضوع؟ كنت مهتمه من الاول؟ أنا اول مأذونه تم تعيينها لفتت انتباهي برضو، يعني من البدايه كان 2008، فما جاش في بالي في يوم من الايام ان انا هترشح للمكان ده او هيجي، لان انا كنت مدير مراكز بحوث، فانا كنت في وظيفتي يعني. لما مات مأذون القريه بتاعتي نزل الاعلان، بدات مين اللي هيقدم. كل قريه بيبقى فيها مأذون واحد، القريه بتوابعها لان القرى ليها توابع. طبعا طبعا. فنزل الاعلان في المحكمه بعد وفاه المأذون بحوالي 20 يوم او كده، يعني نزل فيه شروط، الناس بدأت تدور في القرية مين تنطبق عليه الشروط، ويا ترى مين هيترشح ومين لأ. فناس بدأت تتصل، انت يا دكتورة من ضمن الناس اللي بتفكر؟ مش هكذب على حضرتك، بدأت أدرس الموضوع. طب ليه؟ ليه ما أقدمش؟ وليه ما أكونش أول تحدي عندك؟ روح الإقدام طبعا. ليه ما أكونش أول
ست تفكر في الموضوع دوت، وخصوصا ان في تمكين للمرأة وفخامة الرئيس مهتم جدا بالموضوع دوت. هل الموضوع كان فيه صعوبة طيب في التقديم؟ لا، في ممارسة العمل. في البداية كنت متخوفة جدا طبعا، حاجة جديدة ما اشتغلتش فيها قبل كده، وانا بستلم الدفاتر كمان، لان المأذونية بتاعتي كانت محالة لقرية تانية. طالما المأذون متوفي بتتحال لقرية تانية، ففي القرية اللي جنبه بالظبط كده، وانا بستلم الدفاتر خايفة جدا، ده خدي بالك ده دفتر طبعا. كذا وده مسؤولية كبيرة، بس انا عارفة ان المرأة ان شاء الله وقدها، وفعلا المرأة اثبتت نجاحات كبيرة في كل مجال هي مسكته الحمد لله. اكيد سعداء بيكي يا دكتوره، وسعداء بان في شهر مده قليله جدا قدرتي ما شاء الله انك تصلحي ذات البين ما بين اكتر من زوج وزوجه. الدكتوره شيماء محمد جمعه، اول مأذون شرعي في محافظه المنيا، سعداء بوجودك معانا، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا يا فندم. ربنا يخليك. بس انا برضو عايزه اقول حاجه، ان احنا بنتمنى ان كل المأذونين معاش يكون لهم نقابه، لان طبعا انا لما دخلت عرفت كده، انا استقلت من عملي لان لا يجوز الجمع بين وظيفتين، عرفت بقى ان هو ملهوش راتب، ملهوش معاش، ملهوش نقابه، فانا بطالب من خلال البرنامج ان احنا نشوف الموضوع. يلا اعملي دعوتك وحطي حجر الاساس وشوفي هتعملي ايه في استمرار. كل شكر ليك يا دكتور. شكرا جدا لحضرتك.